يقول السائل: تقام ببلادنا موالد عند بعض قبور الأولياء، ويشهد هذه الاجتماعات جمع غفير من الناس يأتون من... يا إخواني، الدين ليس بالعادات والتقاليد وأفعال الناس. الدين هو ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله فهو بدعة وحرام. ومنه هذه الموالد، هذه الموالد لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال عليه الصلاة والسلام: وإياكم، هذا تحذير، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فما لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو بدعة مردودة، بدعة مردودة يجب تركها، ولو كان يعملها أهل بلدك أو أهل البلد الفلاني. لا حجة في قول أحد ولا في فعل أحد إلا بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.